عظيم. طبعاً إذا بتعطيني شوي من وقتك أنا بقدر أشرح لك كل التفاصيل تبعه. تفضل. بصراحة هذا اللي قدامك واللي نحنا بدنا نعمله رح يكون رح يكون ببنراس. بابا انت ارتاح هلا، انا بشرح له. معقول؟ ايه. مثل ما شايف نحن كلنا منعرف انه مدينتنا مشهورة بالحرف اليدوية، ولحتى توصل للزبون بتكون القطعة كلفتنا كتير او فقدت قيمتها واهميتها وصارت قطعة كتير قديمة. وبعده ونحن رح نجيب أوامر للتصدير، ورح يكون هذا الشي نافع كتير لمثل هاي الصناعة. العرض تبعك كتير حلو، بس أكاش أنا لازم قلك مثل هيك عروض بتجيني كل يوم على مكتبي. بدي أعرف شو المميز عندك لا أقبل وساعدك بهالمشروع. أكيد فهمان قصدي ما؟ يمكن هو عم يشتغل. بو! رفيقة بيتو خافت منه صح؟ هيك لك انت كنت عم تخوفني. يعني هلأ أنت منيح مو هيك؟ مو منيح، أحسن من منيح. أخوه لبيتو رح يشتري له بيت، أنا منيح. عن جد هالشي حلو كتير. ليك بيتو أنا بدي روح. لا لا لازم تشوفي أمه لبيتو صح؟ وطول ما هديك المرة موجودة بالبيت نحن مو موافقين على زواجك أنت وياه أبدا. أمي 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 يا شوفي شوفي بيتو، صار لك شي بيتو؟ ها؟ انت منيح مو هيك؟ ايه بيتو منيح؟ شوفي رفيقة بيتو.